هو جايب المعلومات الكاملة. أنا الأخ أسد صدام، رغم اختلافي معه ومدى نتكلم مع بعض وصارت مشاجرات بيناتنا، ونزلت فيديو عليه ونزل فيديو علي، بس بقى شرف الخصام والمخاصمة موجود. لا تكلمت على عرضه ولا الرجل تكلم على عرضي، رجل إلى رجل، واستوقفنا كل شي بيناتنا. حياك الله أخويا مصطفى على تيك توك، واستوقفنا كل الشغلات الأمور اللي بيناتنا، وسيطلع لنا هذا الفرس النهار يقول تعاركوا على فلوس رغد وتعاركوا على فلوس البعث وفلوس الهادي. المهم خليه يخرط اللي يخرطه. قبل أسبوعين أو أقل